اختلاف الأئمة رحمة الأمة. يعني أنا كنت قرأت كتاب كده، طب اسمع كده، اسمع، اختلاف الأئمة، اكتب كده، الأئمة رحمة بالأمة. اصبر بس اصبر، ده علامة صح أو خطأ. اختلاف الأئمة رحمة، اجتماع الأئمة عذاب، إيه رأيك؟ أيهما صح؟ اجتماع الأئمة عذاب. أيوه، واختلافهم رحمة، إيه رأيك؟ أنا شايف اجتماعهم عذاب. أنا أسأله بسؤال، إذا كان الاختلاف رحمة يبقى الاجتماع عذاب ولا إيه بالضبط؟ لا لا لا، أنا عنوان الكتاب كان كده يا شيخ، أنا معلش، أنا آسف. اختلاف الأئمة رحمة أنا بالأمة. بسألك سؤال، إذا كان اختلافهم رحمة، إذا قصدك يعني إن هي بتضد تبان الأشياء، قصدك؟ يعني إذا كان اختلافهم رحمة سيكون اجتماعهم عذاب؟ اجتماعهم عذاب؟ أيوه، ما تقتضي كده، الاختلاف رحمة إذا الاجتماع عذاب. لا يعني انا صراحة انا اسف، يعني انا مش فاهم حضرتك، بقصد حضرتك بالظبط ايه. انا اسف، ما هو أنا أقول لك مقصدي إن هذا الكلام غلط. يعني نقول اختلاف اقوى صح، يعني اختلاف أمتي رحمة غلط، ولا امتي. يزالون تمام ولا يزالون مختلفين تمام إلا من رحم ربك. ولذلك خلقهم. افهم بقى الكلام، الله يسلمك. تمام، انا لو خدت لا مثلا غير فهم الكلام، اسمع، اتفضل. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يعني من رحم ربك ليسوا مختلفين، صح؟ نعم، مش انت مريض. تمام، لا تمام، نعم ايه نعم، خلاص. اذا الكلام المقول اختلاف امتي رحمه لا يصح، تمام. بل يعني واعتصموا اراء الفقهاء، مثلا اللي مذهب مالك، مذهب احمد بن حنبل، مذهب الشافعي، مذهب ابو حنيفه، انا لو خدت مثلا، هل لي يحق لي ان انا ابحث فتوى بحيث ان استريح فيها بدنيا او نفسيا او ماليا؟ هل يجوز ليها كده، ولا اول ما ربنا مثلا يرزقني فتوى اعمل بيها، ولا ايه اللي صح؟ يعني هل ادام في مثلا في امام مثلا قال لي وليكن افعل كذا، والتاني مثلا قال يجوز ان انا افعل كذا، هل انا خدت براي اي حد فيهم يجوز، ولا لازم مثلا الفتوى اللي ربنا رزقني بيها في الاول لازم اعمل بيها؟ فهمني يا استاذنا ولا؟ فهمك، لكن كل كلامك غلط. تمام، ليه؟ لان الله قال ان تنازعتم في شيء فردوه لمن؟ الى الله ومن؟ الرسول. خلاص، انت تنازعت لشيء، ما امرت انك ترد المذهب مالك ولا المذهب الشافعي ولا المذهب الحنبلي، ترد ولا الله ورسوله، تمام، صح كده؟ ولا الذين يستنبطونه، ايه، استنبطهم من النص، فين النص وفين الاستنباط؟ تمام.